تسأل فضيلتكم شيخ صالح عن حكم سقي بعض المزروعات أو شرب الفواكه بمياه المجاري أجلكم الله. هذا محل خلاف بين العلماء، إذا كانت هذه المياه باقية على نجاستها وعلى حالتها فهذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أن ذلك لا يجوز، لأن هذا يتكون منه ثمرة مغذاة من النجاسة فيتجنب مثل هذا. أما إذا كانت هذه المياه قد عولجت وذهب ما فيها من الخبث أو مرت في طبقات الأرض والتربة فزال عنها ما فيها من رائحة والطعم أو الطعم أو اللون النجاسة، يعني ذهب ما فيها من عروض النجاسة بسبب مرورها مع التربة أو بسبب معالجتها الأمور المعروفة وتفل فيها الزروع فلا بأس بذلك لزوال المحذور. إنما الخلاف فيما إذا كانت باقية في نجاستها وسقيت فيها الأشجار أو الزروع فهذا محل الخلاف بين أهل العلم، والأحوط والأولى تجنب أكل مثل هذه الثمار وهذه المنتوجات. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.